طيب يا شباب نبدا. طيب احنا هنعمل الفولدر بتاعنا عادي جدا، هنعمل فولدر فاضي بس قبلها يعني هنكريته ونفتحه عندنا على البرنامج بتاعنا، بس قبلها حابب اتكلم في كذا حاجه كده. هنعمل فولدر فاضي اسميه مثلا وينزداي 4 ويد 4 مثلا. الفولدر از امبتي تمام، وهنبتدي نفتحه فايل اوبن فولدر ونختار. بص انت يعني شوف بعد كده طبق طبقش فاهم عشان ايه ما تضيعش منك حاجه. طيب هعمل ايه في ويد 4 ده؟ انا مش عايزه دلوقتي قد ما انا عايز اعمل ملف تكست عادي جدا هسميه دوك دوت تكست ونتكلم فيه شويه. كتير قوي بنستخدم بنقول له ايه الهايت عفوا البادي الهايت بتاعه 100 في اتش. طيب ليه 100 في اتش ويعني ايه في اتش اصلا؟ لو جيت لمنظور الحرف الفي هتلاقيه منسوب لكلمه ايه صح، بس منسوب اكتر عندنا لفيو بورت. طيب الفي اتش اختصار لفيو بورت هايت، يعني ايه فيو بورت هايت؟ ده هنشوف كده الكلام ده ونشوف هيقول ايه. طيب بيقول لك ان الفيو بورت هايت اللي هي الفي اتش، نشغل وورد راب تمام، دي برسنت of the full view port height 10 VH will resolve to 10% of the current view port height. طيب يعني ايه الكلام ده؟ طبيعي ان انا لو سرشت وخدت الكلام ده ورحت كده عملت له translate تمام هيقول لك ايه؟ دي نسبة مئوية من ارتفاع المنفذ الرؤية تمام؟ ودوت هياخد 10% من ارتفاع اطار العرض الحالي والكلام كده غريب انت مش هتفهمه غير ما تطبق بنفسك. طيب عشان اطبق بنفسي انا اخش هنا فولدر فاضي، هاجي جوه الويد فور ده هعمل فولدر هسميه سي اس اس او خلينا نعمل له ديليت، هعمل فولدر اسميه ستايل، ستايل ده هيبقى جواه فولدر اسمه سي اس اس وجوه الستايل هيبقى في سي اس اس وفي واحد اسمه فونت، ونعمل واحد تالت نسميه مثلا ايمجز تمام لحد هنا. يبقى ستايل سي جواه سي اس اس جواه فونت جواه ايمج، واقفله واروح لويد 4 بره واقول له ايه اندكس دوت اتش تي ام ال ملف اتش تي ام ال عادي، وهاجي هنا هقول له اتش تي ام ال 5. طيب اول حاجه انا كريت ال HTML، بعد كده اخش كريت الايه ملف السي اس اس فاقول له مين دوت سي اس اس. طيب اعمل فيها كومنت عشان تتقري عشان ساعات ما بتتقريش. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج مكتبه الفونت اصلا، فاخش مثلا انا كنت محملها في اللكتشر اللي فاتت ملف اول دوت سي اس اس من جوه السي اس اس اللي جوه المكتبه. حد ما عرفش يستدعي المكتبه؟ كله عارف يستدعيها يعني تمام. الاول دوت سي اس اس اللي هي فونت اوسم، لو حد كان عنده مشكله فيها يقول لي. حطيت في فولدر السي اس اس اول دوت سي اس اس، وهرجع خطوه لورا زي ما هو مكتوب واحط هنا الايه فولدر الايه الويب فونتس اهو عشان ارجع خطوه لورا واخد فولدر. لا الى اين ذهب؟ تاخد الويب من المكان اللي خدت منه اول سي اس مين؟ مش طبعاً ده مش طبعاً ده طبعا سي اس اس فونت ايمجز ويب فونتس بره دوك
دوت تكست واندكس دوت اتش تي ام ال. طيب كده انا عندي حاجه ثانيه عايز اكريتها؟ لا هروح عادي على جوجل. احنا بس عايزين لحد دلوقتي احنا ايه عرفنا ان الفي اتش تمام هي اختصار لي فليو بورت هايت وما فهمناش هي بتعمل ايه اصلا. وعشان نفهم تعمل ايه محتاجين ان احنا نعمل ايه ديزاين. هقول له هنا تراينجل. يعني ايه تراينجل؟ يعني مثلث بي ان جي عشان يجيبها لي بس الخلفيه بتاعتها شفافه من ورا. وانقي اي مثلا ايه خلفيه عجباني. وليكن يعني انا ديمقراطي واخليكم تختاروا. وانا هاخد دي خلفيه عاديه جدا محملها من جوجل. اسمها كان ايه؟ اسمها كان طويل كده. طب انا ليه اسيبها كده؟ يعني ليه انا مجبر استدعي الاسم ده كله؟ ليه ما سميهاش بي سي كي مثلا اللي هو اختصار لباك جراوند على سبيل المثال؟ اوفر على نفسي. وجبت صوره بي ان جي وصوره جي بي جي وصوره جي اي اف. طب ما انا اخلي ماشي كله على ستاندرد واحد الا لو انا محتاج صوره متحركه بي ان جي. فساعتها ممكن اخلي بالايه؟ احطها فين الصوره؟ في فولدر الايمجز. ستايل ايمجز تمام لحد هنا. طيب ريفريش جاب لي الايه؟ الصفحه البيضاء بتاعتي. محتاج ان انا هنا اعمل ايه بقى؟ هاجي اقول له تاب والله هنا لايف تاسك مثلا على سبيل المثال. بعد كده هعمل ايه؟ لينك. ريل اللي هي ريليشن شيب. ستايل شيت اتش ار اي اف الهايبر ريفرنس. اخش جوه ستايل. جوه ستايل عايز ايه؟ ملف سي اس اس. جوه سي اس اس عايز ايه؟ المين دوت سي اس اس. استدعي الاول الايه؟ الملف بتاعي. بعد كده بستدعي المكتبه. ما استدعيش المكتبه الاول. لينك الريل ريليشن شيب ستايل شيت ايه؟ طيب يعني بص هقربها لك بطريقه اكتر. لو انا عايز في المين ده اقول له الفونت سايز بتاعت المكتبه مثلا حاجه في المكتبه حجمها كذا تمام. لو انا هستدعي ده قبل ده مفيش مشكله هيشتغل برضو. بس الاحسن والريكومندد واللي هو بالعقل ان انا استدعي اول حاجه الستايل بتاعي بعد كده المكتبات عشان عايز اطبق ده على ده تمام. في بعض الاحيان يستحسن ان انا استدعي المكتبات الاول. لكن احنا في حالتنا المكتبه مكتبه ايه؟ مكتبه ايقونات. يبقى استحسن ان استدعي في الايه بالظبط. لكن حاجه هتاثر على الصفحه مثلا زي لودنج بيج والحاجات الكلام ده لسه هنخش فيها تمام. فلا يعني قدام شويه اعرف الحته دي. بس لحد دلوقتي في حالتنا دي يستحسن ان انا استدعي الايه ستايل بالظبط. ستايل سلاش سي اس اس سلاش اول دوت سي اس اس. اتفضل. لازم وانا بقى اعمل باك سلاش. هو لو انت ما عملتهاش هو هيعملها لك. بس ليه؟ طيب ليه؟ فاهم يعني ما لقيتش عليك قوي ان لا اصل بقى معقول ما فتحتش. لا ايه فعلا. ونشيل لانج انج عشان احنا عايزين نكتب عربي عادي. طيب هعمل ايه؟ هقول له مين. المين ده هحط جواه هيدر. هيدر دي انا كنت ممكن احط بدلها ايه؟ ديف كلاس هيدر عادي تمام. جوه الهيدر ده هحط يا شباب ناف. الناف دي هحط جواه يو ال ال اي ايه هاش هوم. هقول له هوم ثانية بس عايز اجيب الايكون. هنجيب هنا نفتح مكتبة الفونت اوسم قبل ما تحمل نكمل احنا. هقول له هوم. لا هي هتحمل اللودنج بيج نفسها عشان هي تقيلة. البيج تقيلة مش اكتر. يعني نفتح بس الصفحة عشان ناخد منها الايكونز. فاهم؟ طيب نكمل. هقول له هنا جالري.
واقول له هنا ايه about واعمل زرار رابع اقول له ايه contact ده نيف. طيب بره الهيدر بره الهيدر هديله هنا تايب كلاس اسمي النيف ده كلاس نيف 1 وارد جدا ان انا اعمل نيف 2 وارد جدا ان انا اعمل 3 4 نيف اصلا وارد كتير قوي ان انا اعمل اكتر من نيف. نيف دي اختصار لايه يا شباب؟ ديف كلاس نيف بار هي هي بس دي عناصر ال HTML 5 اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب هعمل هنا سيكشن والسيكشن ده هسميه كلاس ترانسفورمرز تمام وهسيبه فاضي او خلينا نعمل ديف واديله كلاس 1 يعني انا الحته دي انا عايزها فاضي مش هشتغل عليها دلوقتي ديف كلاس 1 دي ديفات فاضية وفور وماشي مش عايزين دول. طيب لحد هنا حد عنده اي مشكلة في الكود؟ حد عنده اي سؤال؟ لسه ما عملناش حاجة نيجي هنا نشوف ولا في اي حاجة يعني. طيب هاجي في الناف هنقل اليو ال دي كلها كده جوه ديف كلاس بوتونز عادي حطيتها جوه ديف وفوقيها هعمل ديف كلاس لوجو جوه اللوجو ده هعمل اتش 1 وهكتب فيها مثلا اتش واي سي مثلا على سبيل المثال او اتش واي دي يعني دي مثلا يعتبر اللوجو بتاع الايه الموقع عادي او اسم الموقع. طيب ليه عملت انا التقسيمه دي؟ هي التقسيمه دي مش ستاندرد عليك بس لو بصيت بالعقل مين ده ماسك الايه الصفحه كلها تمام. طيب الهيدر ده فيه ايه؟ في الناف واقدر اضيف فيه كذا حاجه تاني. الناف بار دي فيها ايه بالعقل كده طبيعي؟ فيها اللوجو في سيكشن لوحده في ديف لوحده ديفيجن لوحده جزء لوحده والزراير في جزء لوحدها. طيب التقسيمه دي منطقيه ولا مش منطقيه؟ طيب عايز اضيف زي ما بنشوف كده الزرار اللي هو بيبقى ثلاث شرايط ورا بعض يفتح لي منيو ثانيه فاقول له ديف كلاس مثلا سب منيو تمام. طيب المنيو ده الزرار ده مش طبيعي ان هو بيكون ايقونه؟ عرفت منين ان هو بيكون ايقونه؟ لو انا دخلت على فونت اوسم كده لو انا دخلت على فونت اوسم وقلت له هات الايكونز اللي عندك خلاص بقى انا مش هستخدم صور انا هستخدم ايكونز بعد كده بس طبعا يعني انا محتاج الصور كتير. هقول له ايه هنا؟ هقول له مثلا على سبيل المثال منيو في شارع يمين ده لا بارس اسمها بارس ما انا عارف هي لا اسمها بارس بس انا مثلا على سبيل انا ما اعرفش فونت اوسم فجالي منيو فجالي دي وجالي دي وجالي ده وبارزي. طيب ادوس عليها كليك واختصارا للوقت هيكون الكود بتاعها كالاتي اي فاضيه والكلاس بتاعها اف اي اس اف اي داش بارز ده الكود بتاعها في الفونت اوسم ونروح نشوفها كده صح ولا غلط. طيب عايزين ايكون نحطها جنب اللوجو يعني اختصارا لل يعني ايه نحس ان احنا عاملين شغل يعني فهيجي مثلا هنا اقول له ليجند مثلا احط اي صوره جنب اللوجو او اي ايكون جنب اللوجو على اساس مثلا ان هي لوجو فاهمين؟ احط التفاحه
في ورقة شجرة. ورقة شجرة؟ بس هو الايقونات واخده ديسبلاي بلوك ايه؟ واخده ديسبلاي بلوك باي ديفولت. لا الايكونز يعني على حسب يعني الايكون هنا على حسب لو انا حطيتها في ديف حطيتها في كلاس ديف فالديف واخد بلوك فطبيعي الايكون هتبقى ايه لكن انا حطيتها في اي الاي دي ان لاين الاي اختصار الايطاليك اصلا خط الماء. نعم هو انا مش ممكن اعمل لوجو انا اللي اصممه بس انا بختصر الوقت يعني عايز دراجون وخلاص فاهمني هاجي هنا بالنسبه للوجو ده هيبقى فوتوشوب لو انا عايز اعمله صح اعمله فوتوشوب اه فهاجي قبل الاتش واي دي شايفين انا عايز الايكون اونلاين فما احطهاش فوقيها احطها فين بالظبط فاقول له ايه اي كلاس اف اي اس اف اي داش دراجون لا هتبقى فوقيها فعلا انا عايز اونلاين مش بلوك طبعا معلش يا باشمهندس انا بقيت النقطه شويه لو حطيتها فوقيها بس في نفس الـ في نفس الاتش كده فوق جنب الاتش فوق هنا اه تعال نجرب مش هقولك لا لا فوق هي يعتبر كده ايه هي يعتبر ايه جنبها ما هي يعتبر جنبها تمام بس ليه 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 الاي دي ان لاين ايوه فاهم طيب انا مش عايز اعمل سبيس ما بينهم اصلا حتى لو عايز اعمل سبيس انا هعملها بالليتر سبيسنج او هقول له ايه اند ان بي اس بي بالظبط ات ان بي اس بي دي حاجه اسمها الانتيتيز ودي بختصر بيها بدل ما اعمل سبيس كده بعملها بالطريقه دي عشان دي الاصح وعمل لي سبيس اهي كل ما اضيف واحده من دي يعمل لي سبيس طيب ودي البوتون زينا اهي منطقيا كده انا هشتغل على الصفحه ازاي اشتغل على الزراير الاول ولا المنيو ولا الدفات دي ولا اشتغل على ايه منطقي ان انا اشتغل ايه بالترتيب البادي بعد كده المين بعد كده الهيدر بعد كده الناف بعد كده اللوجو بعد كده البوتونز بالترتيب طيب تعالوا بقى نشتغل كده ونشوف هنعمل ايه اول حاجه نبدا بسم الله وهقول له قول كل العناصر اول حاجه الصوره واضحه كده قول كل العناصر مارجن زيرو ليه بقى بص كده بادنج زيرو بالظبط بوكس سايزنج احسب لي من اول الايه البوردر بوكس لحد هنا في حاجه مش مفهومه تمام هبتدي بقى ان انا اشتغل على الايه على البادي اول حاجه البادي انا بقى عايزك تركز لي في الحته دي البادي انا اقول له ايه باك جراوند ريد طب ده كده كل البادي البادي كده واخد كل الصفحه لا احسب بقى مكانك من هنا لو انا جيت شاورت على البادي حاسب لي من اول فين كل العناصر طيب لو عنصر نقص البادي ايه هينقص معاه لو زاد هيزيد معاه بالذات انا لو عملت فوتر اللي هو الشريط بيبقى تحت الصفحه هيجي لي في نص الصفحه هنا البادي كده كل الصفحه لا هو واخد الحته دي بس اللي مش واخد الهيدر اللي فوق لا هو واخد الواخد بس الصفحه على قد الكونتنت طيب انا ممكن اقول له لو جيت قلت له واحد يقول لي طب جرب بوكس سايزنج واقول له ايه بوردر بوكس ايه علاقتها بالموضوع ده الهايت هنا مشكله في الهايت واحد يقول له طب ادي له هايت 100% طب ما هو هايت فعلا 100% بس ما فيش عناصر تملاه طيب واحد يقول لي ادي له 1000 بكسل طيب 1000 بكسل العنصر لو زادت عن 1000 بكسل وبقى في سكرول العنصر لو زادت عن 1000 بكسل يبقى في فرق في اللون صح هيبقى في فرق في كل حاجه بتديني في التصفح عشان ما انا اقول لك اللون وبره كل حاجه بعمل سيف بس للملف طيب لو جيت قلت له 100 في اتش في اكس صح اه ماشي يعني ايه بقى في اتش بص من الاخر كده الهايت اللي على قد الشاشه افهمها بالطريقه دي على قد الشاشه او على قد يعني حافك مد رجليك من الاخر على قد الشاشه مد الهايت تمام بالذات اللي انا لو جيت قلت له الكلاس 1 الدفات اللي انا عاملها تحت و2 و3 انا عاملها 3 اي واحده ايوه
بس هو البودي ما بيجيش على قد الكونتنت الا في التقسيمه دي بس مثلا البودي عادي يعني في اي تقسيمه بيجي على قد الكونتنت الا لو اديته هايت ميد في اتش اللي هو ايه فيو بورت هايت منفذ الرؤيه بالنسبه للارتفاع لما جت في اي تاسك بقى دي البودي بيلون الصفحه كلها ما هو ملون لي الصفحه كلها ولو شلت الميد في اتش ملون لي الصفحه كلها بس انا بتكلم على الويتس نفسه بص فين طيب الهايت 3 و4 الديفات اللي انا عاملها بص لو جيت قلت لها ويتس 200 بكسل والهايت 200 بكسل والباك جراوند بص السكرول حصل ليه والباك جراوند بلو كلهم بلاك مثلا بص كده هيمتد على قد ايه بص البادي لحد فين لحد هنا خد الصفحه كلها طيب جميل لو انا شلت الديفات بتاعتي شلت الكونتنت ده او ماشي بدل شلته قللت الهايت بص ده ينفع البادي يبقى معايا كده طيب لو قلت له ميت في اتش لا ده جايب لي العناصر بتاعتي وللاخر على قد الهايت بتاعي ما يقصش منها ولا ايه يزيد طيب الفي دبليو هي الفيو بورت منفذ الرؤيه ودي احنا عملناها طيب الفي مين في حاجه اسمها دي الفي بورت مينيمم والفي ماكس دي الفيو بورت ماكسيمم انت عرفت الكلام ده منين وانا ذاكره منين وبص عليه منين اهي البيج دي كتبت ايه وات از اور فيو بورت يونيتس يونيتس الفيو بورت ويدث اللي هي الفي ايه دبليو طيب الفيو بورت هايت اللي هي الفيو في ايه طيب الفيو بورت مينيمم الفي ماين فتقدر تقرا بقى ايه على كل حاجه وبيجيب لك امثله عليها بيقول لك دي الفيو بورت ويدث بحيث ان هو بيكبر ويصغر بالنسبه للويدث تمام بص اصغر وفي يعني بيجيب لك امثله وايه يبقى صح وايه مش الصح تمام الويب سايت اسمه ايه سي اس اس تريكس انت كفايه بس تكتب ايه هنا في اتش او وات از اكتب في ميد في اتش بس بيك سي اس اس اكتبها في جوجل اول نتيجه هتجي لك ايه الموقع بتاعنا اكتب ميد في اتش سي اس اس بس عشان تفهم تمام وعندك برضو دبليو سي سكول وعندك كل حاجه بيقول لك ريليتيف تو 1% اوف هايت ذا فيو بورت ايه بخش اقرا عنها عشان ايه احنا اخي انت دلوقتي فهمت يعني ايه الفيو الفي اتش يعني ايه الفيو بورت الفي دبليو في دبليو بالنسبه للويتس الفيو اتش بالنسبه للهايت نسيبنا بقى من الديفات اللي موجوده تحت دي انا مش عايزها دلوقتي فهعمل لها ديسبلاي الديفات دي اخرت بقى تحت عشان هي مكانها كان تحت اصلا لا عشان هي كلها هايت ميد في اتش فما تقسمي على الصفحه بص كل ديف هو كلهم واخدين بلاك قول ديسبلاي نن انا عايز الغيها دلوقتي مش عايزها ونيجي بقى ايه نشيل الكلر الشنيع ده ونشتغل بقى بالبادي اقول له ايه body background url عايز احط background الباكجراوند اللي احطها ايه انا واقف هنا شباب انا الراجل سي اس اس واقف هنا عشان اخرج اروح للايمج محتاج ارجع ايه خطوه لورا للستايل واخش جوه ايه واخد مين بي سي كي دوت بي ان جي طيب اقوم رايح للسي اس اس هنا اقول له دوت دوت سلاش عايز اخش للايمجز سلاش بي سي كي دوت بي ان جي زهقت طيب انا ممكن اكتب باقي الخصائص هنا جنبيها لان دي مختصره بس انا هكتب الخصائص الثانيه عشان تفتكروها مع بعض اول حاجه باك جراوند تمام يعني خلينا ماشيين بالتدريب سايز اوريجين بالنسبه للبوردر بوكس الباك جراوند بوزيشن انا عايزها ايه بوتوم انا باصص عليها تحت هي الصوره كبيره قوي تمام ولا عايزها بوتوم ليفت او بوتوم رايت
او خليها توب. انا عايز اطلع لها فوق توب رايت. ايه اوريجين البوردر بوكس والكونتنت بوكس ونفس الكلام برضو تمام نفس البروبرتي. الباك جراوند سايز عايز السايز بتاعها كونتين. بص الكونتين عامله ازاي زي اهو يعني بقول له ايه باك جراوند هنعمل لهم سوبر تيب كده ليه باك جراوند ريبيت نو ريبيت. طيب دي توب رايت توب ليفت توب سنتر. طيب نخليها سنتر وهنا سنتر. ما هي كده ما تسنتر عادي. طيب نعمل زوم شويه واقول له ايه اقول له بدل كونتين اخليه كفر مكفر الصفحه واقول له بقى بوتوم سنتر مثلا او بوتوم رايت. تمام كده دي بقت وشمة على البادي. يعني دي هي البادي. يعني دي كده ايه الباك جراوند بتاعت البادي. طيب الباك جراوند باك جراوند بتاعت البادي مش ممكن اعمل عليها اوفرلاي كده حاجه شفافه؟ طب اعملها ازاي؟ بادي افتر افتر ولا انت معترض ليه؟ مفيش مشكله بيفور او افتر يعني عادي. ما افتر هتظهر بعدها في ناحيه ثانيه. طب نجرب مش هتفرق انها دي بوزيشن ابسوليوت. كونتنت انا افتر مش معايا. بص لو انا جيت قلت له بادي افتر بعد العنصر عايز اكتب محمود. بص هنيم عليه بيفور محمود اهو. بس انا بقى المره دي مش عايز عنصر انا هسيبها شفافه وهعمل ايه؟ شفت كنت بكبر الديف ازاي بديله ويتس وهايت ولون فيكبر حتى لو ما جوش كونتنت. انا هعمل كده في دي هعتبرها ديف فاقول لها باك جراوند على سبيل المثال رد ملهاش مش موجوده. طب ويتس 100 بيكسل هايت 100 بيكسل مش موجوده. ليه مش موجوده؟ عشان انا لازم اروح للاب اقول له بوزيشن ده الاب يبقى ريلاتيف يبقى الابن هياخد بوزيشن ايه مطلق في الصفحه. فهمت؟ بص فوق كده. طب انا عايز اغطي الصفحه كلها يبقى اقول له ميدي 100% الهايت. طيب ليه 100% ولحد هنا تفتكر ليه؟ عشان البادي مش واخد 100 ايه مش واخد. فهمت الفكره هنا؟ طيب وعايز الويتس كله كام؟ 100% ده البادي. معلش اروح للبادي افتر بيفور او خليها افتر عشان انت بتتضايق منها. تمام هقول له الويتس بقى مش 100% هقول له الهايت الويتس 100% كمان قصدي الهايت 100% والويتس 100% بالطريقه دي. وبوزيشن ابسوليوت هقول له توب صفر فبقت مغطيه الصفحه كلها. طيب انا قدامي هنا بقى حلين يا اما اقول لها اوباسايتي 0.5 دوت 4 دوت 3 دوت 9 5 يا اما اعمل لعبه حلوه قوي اروح للباك جراوند واقول له ايه اتش اس ال ايه على سبيل المثال 860 50% زي ار جي بي كده. بس دي بتتحكم في الايه في الهيو
والساتوريشن واللايت. الساتوريشن اللي هو التشبع بتاع اللون اللي هو يبقى مثلا احمر قوي ولا احمر نص نص, والالفا بالظبط, والال اللي هي اللايت بتاع اللون, والالفا اللي هي الاخيره. بص كده واروح هنا بقى للالفا. بس في مشكله هنا, واخدين بالكم؟ وهنظبطها. طيب انا عايز اللون ده ولون تاني, فساعتها اقول له ايه؟ راديال جريدينت, راديال جريدينت. اول لون ده, تاني لون اخليه مثلا 280. ونخلي دي مثلا 680. تمام كده, شايفين اللونين دخلوا في بعض. طيب انا عايز اللون مش طالع دايره من النص, يبقى اقول له ايه؟ فورس ست. لا اي اس تي امسح الاس الاول. لا داش ات, لا داش سايد مثلا او كورنر, مع كده اد بقى تدي بقى نسبه. طيب اخلي دي 0% فبقت فوق, 100% بقت تحت خالص, 0% بقت ايه؟ شمال. انا بتحكم في اللون الاول الثاني من باك جراوند, 100% بقت من يمين. طيب ايه رايكم في اللون ده نشتغل بيه؟ نشتغل باللون ده. هو اللون ده الثاني لا عشان مش باينين من بعض كده. ها ماشي اشتري طماطم. فورس دي اوبشنز اللي هي اللي بتبقى اللي هو البعد اللي هو فيديو معنى بوزيت صح؟ اللي هي بتبقى مد ايدي كده. اه طيب اللونين كده تمام؟ اه تمام. شايف اللون طالع من الكورنر ازاي؟ عشان قلت له فورس سيت سايد اد 100% اللي هو تحت يمين خالص و100% اللي هو ايه تحت خالص. لو قلت له 0% تطلع فوق, 50% و50% تبقى في النص. تمام كده؟ عندي طلب صغير. اتفضل. وارجع تاني. اعملها كورنر؟ بقت اكبر. ماشي ارجع. خليها كورنر. مش هزعل. تمام؟ واخلي ال HSLA ارجيها 8. اخلي الالفا بتاعتها كام؟ خليها سبيل المثال. خد بالك انت بتتحكم في اتنين الفا مش واحدة. دي 8. بص ممكن تخلي واحدة اشد من واحدة. بص تمام. انت ممكن تتحكم في كل حاجه فاهمني. خلاص كده تمام, مستقرين على اللون ده. ما عنديش مشكله. طيب في بقى انا عندي مشكله كبيره هنا, العناصر اللي تحت دي اتصرف فيها ازاي؟ واخدين اللون برضو فاهم. هقول لك حاجه بقى, ساعتها انا نيجي للزد اندكس. ايه الزد اندكس؟ بيقول لك ان الزد اندكس دي بروبرتي في السي اس اس جميله جدا وحلوه جدا, بتتحكم في طبقات اللاير بتاعه العناصر. بس مشكلتها الوحيده تمام ان هي ما بتشتغلش غير في حاله واحده, ان العنصر يكون واخد بوزيشن ريلاتيف ابسوليوت فيكسد مش عارف ايه. مفيش مشكله بس لازم يكون واخد ايه بوزيشن. فبالتالي انا لو بصيت للبادي الاب واخد بوزيشن ايه, والبادي الافتر واخد بوزيشن ايه. لو انا قلت له زد اندكس, زد اندكس بتاخد نيوميريك او نمبر عموما 1 2 3 4 5 وانت طالع. طيب لو قلت لها صفر
تمام. لو انا قلت له واحد واحد هي اول حاجه معروضه، اتنين اتنين هي اول حاجه معروضه، تلاتة. طيب لو انا قلت له زد اندكس واحد ورحت للبادي قلت له زد اندكس اتنين، مش هينفع. ليه مش هينفع؟ عشان ده افتر بتاعه، مش هينفع ان البادي يقل عنه، ساعتها لون الشفافيه ده اصلا هيختفي. طب ايه الحل؟ خلاص كده باظت؟ لا، ساعتها اقول له ايه؟ زد اندكس بالايه بقى؟ بالسالب. تاني كده مش مهم؟ او تدي اللي تحت واحد. هدي كل العناصر كل عنصر اقول له زد اندكس واحد، ولا اروح للي هو الكبير اصلا واقول له زد اندكس سالب واحد؟ فساعتها العناصر طلعت فوق اهي. رحت الافتر وقلت لها لا خدي البادي بتاعك وارجع لي ورا خالص، اللاير بتاعتك تبقى بالسالب اصلا، تبقى ورا اي حاجه، واي حاجه تيجي بعديكي هي فوقيكي مهما كانت. طيب عايزين نفهم الزد اندكس دي اكتر، نفهمها ازاي؟ لو انا قلت هنا نشتغل مع البوزيشن بس، للاربع دفات دول انتوا كلكم ويدث 200 بكسل والهايب بتاعكم 100 بكسل، تمام؟ كل دف 100% بالطريقه دي كده. وجيت هنا قلت لهم لا انا عايز بقى ايه، شيل الباك جراوند دي، قلت له انا عايز 1 لوحده ده يبقى الباك جراوند بتاعته ريد. و 3 2 عايزها يلو، و 3 عايزها اورنج، لا دارك دارك جراي دارك اجندا. حلو ده؟ حلو. واخلي ده مثلا براون. تمام. طيب هخش هنا بس معلش عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم، 1 و 2 و 3 و 4 تمام. هقول لهم كلكم بقى تاخدوا ايه، كلكم كده متجمعين هتاخدوا مارجن ليفت عشان الناس دي تشوفكم 10 بكسل 20 بكسل، شايفينها كده؟ تمام. طيب عايز اقول لهم بقى كلهم ايه، بوزيشن ابسديوت عشان يطلعوا فوق بعض. طيب اول طبقه مين؟ الفور. اكيد تحتيها 3 وال2 وال1 لان اخر واحد هي اعلى ايه طبقه. طيب هروح بقى للايه، لل1 اقول له زد اندكس، لا انت اول واحد، انت واحد، فمين يطلع لي؟ طيب ال2 لو قلت لها زد اندكس 2 طيب ال3 زد اندكس 3 بيعلوا على بعض. طيب ال4 زد اندكس 4. طيب لو خليت ال3 5 اللي هي اعلى من ال4، طيب خليت ال2 6 اللي هي اعلى من ال3، خليت ال1 7، المفروض كده تبقى فرق فكره الزد اندكس وصلت لك 100%. يعني ده ايه بالظبط لازمتها؟ زي ما احنا عملنا، شايف الباك جراوند كان طالع فوق العناصر، كل ما بعمل الحركه زي دي كده ان انا اطلع كذا عادي. انا ممكن اقول له ممكن اقول له دوت 1، ممكن اقول له دوت 1 وبسايت مثلا دي وبسايت، تمام. لما اجي اعمل لي كفر وخاصيه لسه ناخدها اسمها ترانسفورم، اقول له ترانسليت تمام اكس 180 بكسل تمام. بص كده واجي لل1 اقول له ترانزيشن الخاصيه اللي اتعلمناها سيقول 0.5 او 1 سكند مثلا از ان اوت، واجي اعمل كده. يعني انا الاول بشوف الحاجات اللي انا عايزها فوق بالظبط. بص كده بتفكرك بايه دي؟ الكارد. اكيد. طيب عايز اللي تحتيه مش 2، انا عايز كل مره يحصل حاجه تاني مختلفه. بص بقيت اللي تحتيه 3. طب انا ممكن اخلي الاربعه يعملوا ترانزيشن؟ مفيش مشكله، انت ممكن تخلي دي تيجي في دي ودي، بص تعمل كل اللي انت عايزه. انا عايزك بس توصل لك فكره الزد اندكس. وصلت؟ وصلت. كل ما بعلي كل ما. طب الماينس بقى ايه؟
بالظبط اللي هي الاوفرلي بالظبط او بي 4 بس انا عاملها على البادي كلها ممكن اعملها بقى اطبق الموضوع ده على صوره اطبق الموضوع ده على ايكو اطبقها اعمل اوفرلي على اي حاجه طب واحنا عندنا سالب واحد عشان هي لو واحد هتطلع فوق كل حاجه ما عدا الايه كل عنصر هخليها اعلى من واحد هيطلع فوقيها طب وانا اروح لكل عنصر اقول له انت اعلى من البادي انت كل عنصر انت اعلى من البادي انت كل عنصر اعلى من البادي لا فاقول له ايه البادي اصلا افتر اخليها سالب واحد ورا اي حاجه هتتعمل تمام للايه لا للافتر بس اهو البادي ريليتيف والافتر ابسولوت الحاجات اللي هي البادي ممكن اعملها بالبوزيشن غير افتر عادي ممكن وليفت زيرو وتوب زيرو ايه دي ممكن يعني مثلا عندي ديف مثلا عايز اعمل اوفرلي عليه تعمل اوفرلي لا ساعتها تعمل عندي ديف مثلا وان ده عايز اعمل اوفرلي بص عليه كده وان اهو فاقول له دوت 1 بيفور كونتنت ممكن اعمله من غير بيفور وافتر الاوفرلي ان انت تعمل ديف زياده تمام وتدي له ويت سوايت 100% بس ليه احط عنصر زياده اصلا وانا عندي بسودو اليمنت عنصر زائفه فاهمني اهو كونتنت ويت 100% هايت 100% بوزيشن هي مال الويتس ما تغير بوزيشن ابسوليوت باك جراوند جري واخد بالك بص على العنصر اللي كان اسمه 1 بعد كده ادي له اوباسايتي 0.3 بص بقى على العنصر فوق عليه اوفرلاي اهو بالظبط اللي فوق ده هيبقى بوزيشن بقى ريلاتيف عشان ما يخرجش بره بص ليه زهر عشان هو ما بقاش ابسوليوت فاهم فهي اي حاجه تعملها اوفرلاي مش شرط البادي بس افتر وبيفور احسن طريقه ازاي تتقسم الون اعلى ولا التو اعلى انت بتقسم طبقات زي ايه زي العظم بعد كده اللحم بعد كده الجلد ايوه خلاص بقى خلينا نشيل البوزيشن ابسوليوت من كله من ال من ال 1 1 2 3 ونخليهم زي ما هو بص كلهم رجعوا ايه تحت طبقه الاوفرلاي هخلينا طبقه الاوفرلاي بقى اللي هي بادي افتر زد اندكس ايه سالب واحد بقى كله ايه تحت فوقيها ديسبلاي اتفضل لو مثلا دوت 1 مثلا مديها زد اندكس نيجاتيف 2 تنزل تحتها ولا تنزل تحت اللي هي نفسها الاساسيه تنزل تحتها يعني السالب كل ما بتعلى كل ما ايه بيرجع بيرجع هو ليه الكلام برضه لسه على الصوره ده فين الكلام ورا الصوره لا هو الكلام مش ورا الصوره اهو برضه تحس ان هو مخيل عشان بس حتى رسمه المثلثات دي برضه مش ورا لا ما رسمه المثلثات دي انا عايزها ورا اصلا يعني انا عايزها كده عايزها مغيمه انا بعمل كل ده عشان اخلي طبقه المثلثات كده فاهمني يعني هي كده فوق اللون ده ولا تحت لا هي كده طبقه المثلثات دي تحت اللون البامبا ماشي والكلام فوقيه والكلام فوقيه ايه اللي يثبت لك لو انا شلت الزد اندكس دي كده الكلام بقى تحتيها طب هو مش البادي ده المفروض اللي هو كله ما يعني كله بس انا عامل عنصر زايف كاني حاطط ديف ومخليه واخد البادي كله افتر انا يعني قصدي ازاي حددت حاجات معينه هي اللي تظهر فوقيها لا انا كده اي حاجه احطها هي اللي تظهر فوق لان انا كاني بقول لك ايه يا زياد انت اي حد هيجي هيبقى بعدك في الطابور انا ما حددتش ناس تانيين بس اي حد بيجي يبقى بعدك اي حد بيجي يبقى بعدك المثلثات دي باك جراوند يو ار ال باك جراوند اصلا للايه بالظبط تمام حد عنده اي مشكله لحد هنا طيب سيبنا ال 1 و 2 3 اجي بقى بعد البادي افتر واشتغل ايه اقول له ايه كومنت مثلا ناف بار اريا وخلونا نعمل ناف بار سريع كده ونشتغل سريع اقول له ناف الناف اول حاجه ابدا بيها الايه
الهيدر بعد كده انا بدات بالمين بعد كده الهيدر بعد كده النيف. هقول له واحد يقول لي انت ليه ما بداتش بالهيدر؟ اقول لك الهيدر جواه النيف تمام، فممكن ان انا احط حاجه تاني جوه الهيدر مش شرط احط نيف بره بس، فالاحسن ان انا اشتغل على الحاجه اللي انا عايزها بس وهي الايه النيف اللي هو ده كلاس نيف 1 اللي هو جواها ايه اللوجو والبوتونز والكلام ده. فقول لها يا نيف 1 ممكن اعمل هيدر انا عايزك بيس نيف عادي ممكن اكتب هيدر سبيس نيف باك جراوند على سبيل المثال خلينا ناخد لون من هنا كده بما ان انتم مختارين لون غامق خلينا ناخد حاجه فاتحه E5 ولا الباك جراوند بتاعتك اللون ده تمام ماشي. عايز ايه بقى؟ هقول الناف 1 تمام. اول حاجه في الناف 1 عايز اشتغل عليها اللوجو الناف 1 دوت لوجو يبقى انا بتحكم في الديف اللي اسمه ايه؟ طيب الديف ده نفسه تمام هقول له فلوت ليفت هو عمل فلوت ليفت. طيب الناف 1 تاني ديف اسمه ايه؟ دوت بوتونز فلوت ليفت. ايه ده عم اللي حصل ده؟ دوت ناف 1 دوت سب منيو فلوت ليفت. طيب هم واخدين فلوت تمام بطريقه غريبه قوي، ليه واخدين كده؟ لو انا رحت الناف 1 قلت له ويتس 100% تمام اوريدي واخد ويتس 100%. طيب اللوجو هقول له ويتس مثلا نجرب نقول له 20%. طيب والهاي والبوتومز هقول له ويتس 20% والسب منيو هقول له ويتس 20%. هي عاملين فلوت فوق الصفحه اصلا تمام الاب مش حاسس بيه بالظبط عاملين فلوت فوق الايه فوق كل حاجه بس اللي هي المغطيه عليك تمام. هما واخدين هنا يعني الناف اهو تعالى نعمل كده نشوف في حاجه غلط في الكوب بتاعنا. لا طيب لو انا رحت للناف 1 قلت له فلوت اصلا ليفت بص الناف واخد كل ده بس الزق اللي ايه الاوفرلي زق الايه الاوفرلي بتاعي. طيب لو انا جيت بقى قلت له هنا البوزيشن الافتر كل ده شباب كل ده في الايه رحت الافتر قلت له بوزيشن بدل ابسوليوت فيكسد مثلا مش هتنفع. طب انا ازاي ارجع الموضوع ده يعني ازاي انا اشتغل واخلي الاوفرلي شغاله تمام الزد اندكس برضو مهما عملت مش شغاله. طيب احنا نجرب مع بعض حل بسيط قوي. لو انا روحت للناف 1 كلها قلت لها زد اندكس سالب 2 واللوجو سالب 2 او سالب 3 البوتونز سالب 4 مثلا سالب 5 تمام برضو مفيش حاجة اشتغلت. الموضوع مش موضوع طبقات خالص تمام والموضوع ده واجه مشكله يعني ناس كتير واجهت مشكله مع فيه وانتوا بتعملوا التاسك حتى لو انا جيت لينا خليتها بي 4 بص تمام بقت ايه مش يعني لو خليتها بي 4 بقت ايه النقطه هنا خلت اول حاجه العناصر عامله فلوت طفو على الصفحه من بره وبعد كده عملت الايه البادي بالاوفرلي بتاعه عادي. فده حل كويس ان انا اروح للناف 1 واقول لها مثلا الهايت بتاعك 100 بكسل 20 بكسل اخلي الهايت مثلا 100% تمام
واروح للناف 1 لوجو 100%. يعني انا ممكن اخلي ايه اللوجو مثلا واخد 20%، الناف بار اخليها مثلا واخده كام 60% مثلا، واخلي الباقي ده واخد 20%، يبقى كده 60 70 80 100%. بص كده البوتومز واخده الجزئيه دي، وهنا واخده الجزئيه دي، وهنا واخده الجزئيه دي. طيب ممكن اشتغل بايه تاني بدل التقسيم بالطريقه دي؟ ممكن اشتغل بالبوزيشن ايه ابسوليوت. لو انا رحت للبوتون الجميل ده وقلت له بوزيشن ابسوليوت، بص هو هنا ليه؟ عشان الاب الناف 1 ياخد بوزيشن ريلاتيف، واقول له ايه رايت صفر، فراح اكسر رايت، بس الرايت بتاعه تمام. هو هنا واخد الرايت بتاعه، شباب الرايت بتاعه اخره فين؟ الخط اللي في الاخر ده، يعني تخلي الزرار الصغير ده واخد كل الجزئيه دي. طيب بالظبط عشان الويدز 20%، فانا لو خليت 10%، طيب 5%، 1%، تمام. طيب نجرب كده، نجرب كده ايه، نقرب هنا مرتبه كلهم ب 100%. الجرد في الاخر يبقى كله كام؟ طيب هقلل من الويدث ده هنا بتاع اللوجو هو 20%، تمام، هقلل منه 1% واخده ايه مارجن ايه داش ليفت 1%. فهمت اللعبه فين؟ انت ما ينفعش تعدي 100% بتاعتك، فهمت؟ واقدر اشتغل بالبوزيشن والفلوت مع بعض. طيب كده بقت شكلها حلو. تقول لي شكلها حلو ازاي يا عم؟ بص المنيو، اقول لك بقى تعالى نشتغل على البوتونز دي واقول له ايه ناف 1. واحد يقول لي انت ليه زنقتها بينهم؟ يعني ليه ما كتبتش تحت؟ انا ماشي بالتدريج، اللوجو بعد كده بوتونز، بعد كده بوتونز ايه يو ال ال اي ديسبلاي ان لاين داش بلوك، تمام. طيب هاجي هنا اقول له ايه، بص الويدث بتاعها قد ايه بتاع البوتونز، واخد ايه واخد كل دي. طيب لو انا جيت قلت له على سبيل المثال، طالما واخد كل دي قلت للايه فين فين فين، نجرب كده مع بعض، اقول للايه للناف 1 البوتونز الديف اللي اسمه بوتونز اليو ال اللي جواه، قلت لها مثلا مارجن داش ليفت مارجن عادي ماشي من جير ليفت زفر بيكسل اوتو، ليه ما تسنترتش؟ طيب انا اديتها اليو ال، لو جربتها في ال اي برضه ما تسنترتش، مستحيله تتسنتر عشان هي مش بلوك. ايه عشان هي مش بلوك بالظبط، تمام. ال ال اي واخده ان لاين بلوك، فحتى لو تسنترت هتتسنتر جوه اليو ال. طيب الحل ان انا اروح لليو ال اقول له ويتس 100% اصلا، انت خدي 100%. طب لو جربت المارجن تاني برضه ما اشتغلتش، واحد يقول لي لا دي هنا مشكله ومش عارف اشتغل وبتاع وكده. طيب هي بالنسبه له هي كده في السنتر، تمام. انا مش عارف اقول لك تحلها ازاي غير ان انت ممكن تستخدم فاليو اللي اتسنترت جوه ديف بوتون مش جوه الايه مش جوه الناف 1، هي متسنتره جوه الايه بوتون، وهي مش هتعدي الويتس ايه بتاعها. طيب قلت له هنا بقى دوت ناف 1 دوت بوتونز دوت يو ال الاي ايه تكست ديكوريشن نون، والليست ستايل ظاهره فوق على فكره فوقيها، فانا هنا اقول له ايه ليست ستايل نون. طيب لو انا رحت لليو ال قلت لها هايت 100% ايه اللي هيحصل؟ بص كده هي واخده 100% من ايه؟ ما بص يا شباب الاب بتاعها مين؟ الاب بتاعها الديف، هي مش هتعدي الديف بتاعها، احنا متحكم في اليو ال اللي جوه الديف. طب اروح لي كده للبوتونز اقول لها مثلا انت هايت 100%، تمام؟ ايه اللي حصل هنا؟ ما خدتش هايت 100% ليه؟
عشان في ناس تانية. طيب لو انا جيت قلت له ميت ميت في اتش مثلا هتاخد الايه؟ تمام. طيب الحل ان انا اشتغل بايه هنا او ايه المشكله هنا؟ ايه المشكله ان انا عايز اخليها في النص؟ طيب لو انا قلت له مثلا عشان ابص كده للناف 1، الناف 1 بس تنزلها في النص يعني بالظبط. الناف 1 نفسها واخده هايت اصلا 100%. تمام. لو انا نجرب دلوقتي هنجرب مع بعض، قلت لي البوتونز الدف الكبير تمام هايت 100%، في 100 طريقه ان انا اظبط بيها اصلا. انا ممكن اروح لليو ال الكبيره واقول له لاين هايت مثلا نجرب زي ما زميلكم بيقول 100 بيكسل 100%. والله ارتفاع السطر ممكن اقول 1 بيكسل 10 بيكسل 50 بيكسل. طب ليه 50 بيكسل؟ اقول له 6 5 اي ام مثلا 4 3 2 1 بالظبط. اقول واحد مثلا دوت 9 اي ام. طيب مش ملاحظين حاجه؟ كل واحده متلازمه مع ايه مكانها، الا طبعا لما اقرب من ايه، لما الويتس ده شايف الويتس ده اخره هنا. اول ما يقربوا على بعض لا انزلي تحت اعملي راب. ليه تعمل راب؟ عشان الويتس ده الجزئيه دي كده لو جينا عملنا كده بصوا كده يا شباب الفلوت الراجل ده واخد 20% من هنا والراجل ده واخد 20% من هنا. تعالى كده تمام قصدي معلش كان واخد 60% من هنا كده والراجل ده واخد كده المسافه ال 4% وفي حبه هنا فاضيين. كل ده من توتال مسافه مساحه كام؟ 100%. طيب لما الراجل ده يجي هنا كده يخش على الراجل ده طبيعي ان يحصل ايه؟ راب. فدي تنزل تحت دي المسافه ايه؟ بس طول ما انا ما عديتش مساحات هتفضل مظبوطه معايا. وده سر الايه جميل قوي في الفلوت والبوزيشن اللي انت تستخدمهم مع بعض. بص انا كده في المفروض الشاشه الكبيره بتاعه كريم اللي بيقول عليها، انا كده في المفروض الشاشه بتاعته تمام. بصوا كده لو جيت حطيتها في اللاب عندي بصوا هي النتيجه اهي. بص كده هنا لا لا بص برده عشان تصدق لا لا تصدق تمام. يبقى انا لو اشتغلت البوزيشن بس تمام يعني هوريكم مثلا ديزاين كنت عامله مع صحابكم او زمايلكم من كام يوم كده امبارح كام يوم ايه 127 ماشي. تعالى كده بص دي معموله بالبوزيشن الحاجات دي بص كده بيرقص في بعضه كله. بص تعال نصغر عندنا كده هنا ليه ويل فين فين ماشي. تعال نصغر عندنا كده مفيش الكلام ده ليه؟ عشان كل واحدة عارفة هي ايه مسافتها قد ايه ومساحتها قد ايه والهايت بتاعها قد ايه. في 100 خدعة ان انا اشتغل على الهايت باللاين هايت بالمارجن بالبوزيشن ابسوليوت وانزل من فوق. في 100 طريقة ان انا اشتغل بيها بس طالما ما خرجتش بره الايه الاوفر فلو بتاعها او ما خرجتش بره الويتس بتاعتها ما خرجتش بره الهايت بتاعتها انا شغال في السليم. طيب اروح للسب منيو مثلا واقول له هايت من كله 100%. كل الكلام ده اصلا هيتلغي قدامه وهنشتغل بحاجات ادفانسد وجميله جدا. واقول له لاين هايت واحد يقول لي لاين هايت كام بقى اظبط انت مش مدي فوق هنا 1.9 اي ام ما تشتغل بيها 1.9 اي ام برضو خليك ستاندرد راجل اهو على خط واحد اللي هي دي اللي هي الايكون. طيب تعالوا نكبر شويه كده ونشتغل ايه على الحجم الجميل ده. طيب نيجي بقى ايه اختصارا للوقت عشان احنا بقالنا كتير قوي في الحته دي. طيب نيجي هنا للايه ونقول له ايه فونت فاميلي اريال. طيب فونت ويت بولد كولر سنو لا هنا بقى هيبقى ايه شباك 2 2 2 2. بحب اللون ده قوي. لا مش اسود درجة من درجات. درجة من درجات الاسود بس انتوا مش هتشوفوها فنجيب حاجة شبهه نجيب مثلا 2D 2D مثلا بس انها كده واضحة. كده يعتبر واضح شوية تمام. طيب
واقول لها الاي لو قلت لها مارجن مش هينفع. انا عايز ابعد ال اي كلها عن بعض, كل ال اي كل يعني انا عايز ابعد الحاجه ابعدها من صندوقها تمام, يعني من الاخر كده ال ال اي ماسكه الاي, انا عشان ابعدهم عن بعض ابعد ال ال اي عن بعضها ولا ابعد الاي عن بعضها؟ ال ال اي, لان ال ال اي اللي ماسكه الاي هو الصندوق, انا عايز ابعد الصناديق عن بعض. فاروح لل ال اي اقول له مارجن من فوق وتحت صفر عشان ما ببص الدنيا, ومن يمين وشمال اعمل حساب مساحتها, اعمل حساب ايه, فاقول له مثلا 2% ولا حاجه. وعشان انا عامل مارجن جوه البوكس فما بيقصش على الحجم بالظبط. بص بقى ال 2% شغاله معايا ايه زي ما انا عايز, ولا بتقل ولا بتكش ولا صيني ولا ياباني. يعني بقى ايه عشان شغاله على بقسم المساحات بالظبط, المساحات مقسمها ايه بالظبط. طيب رحت للفونت اوسم, هات هنا هات السحابه دي حلوه, هات البوتونز الزراير, حطها هنا في الهوم اي كلاس اف اي اس اف اي داش وهات الان بي اس بي دي خدها كوبي وخلي دي هوم مثلا ودي سموج وهات دي مثلا حلوة برضو شغالة. وهات هنا مثلا اي دي بالظبط. طب معلش بس هو ليه حاطط كلهم جنب بعض عشان انا مقسمهم اصلا صح في الاشتمال بالظبط. اروح للنيف اروح للنيف 1 حضرتك عامل طريقه ثانيه غير الفيو وورد, تخيل المرجع وقرب التصميم ما يبص مقسمها بالفلوت صح. ممكن ازود اللاين هايت اخليها تقسيم في الفلوت مش اكتر, اخليها 2 اي ام واخلي الثانيه ايه 2 اي ام عشان بس يكبر شويه تمام لحد هنا. هروح لللوجو ده طالما انا شغال بال... يعني انا في زمايلكم كنت شغال بالاحمر والاسود تمام, هنا شغال بالرمادي والابيض, فاشتغل ايه هروح هاخد نفس اللون اللي انا شغال بيه في الايه واروح للايه للراجل اللوجو اقول له يا عم ناف 1 للديف اللي اسمه لوجو قدامك اللي عايز من جواه الاتش 1, الاتش 1 دي انا عايز بس الفونت فاميلي بتاعها اريا تمام. طيب عايز ايه تاني؟ عايز ان مثلا دوت ناف 1 الاتش 1 دي عباره عن الاتش 1 دي عباره عن كلمه اتش واي دي تمام. عايز الاتش 1 دي مثلا اتش 1 ونركز في الحته دي, هقول له افتر ركزوا في الحته دي بقى. لو انا جيت زومت قوي هنا انا عايز ابص على الحته دي, الحته دي فيها ايه؟ فيها الافتر بتاع الاتش 1 او البيفور, هقول له كونتنت او محتوى فاضي تمام. المحتوى الفاضي ده باك جراوند ريد. طيب ويت 10 بكسل والهايت 10 بكسل, الاتش 1 هخليها بوزيشن ريلاتيف وده بوزيشن ابسوليوت وهنفهم ليه دلوقتي. بص بقى كده المربع ده شباب شايفينه, لو قلت له بوردر داش ليفت 1 بكسل سوليد بلو, خليها ويتس 20 مثلا بكسل والهايت 20 بكسل عشان تشوفوه كويس. شايفين ده؟ خليت البوردر ليفت 6 بكسل. ايه الصعب في كده يا عم؟ اقول لك بص بقى هنا من كل الاتجاهات ليفت ورايت وتوب وبوتوم,
ايوه مش فاهمك، انت عملت بيت سعيد يعني عملت ايه؟ بص انا عايزك تشوف وتفهم الجزء ده. لو انا خليت دي اورنج وخليت دي بلاك وخليت دي خليتها ايه؟ اكو. شايفين كده؟ مش باينه. طيب خليها بيربل. طيب كده باينه. ايه الكلام ده؟ بص ده الويتس اللي في النص واللي حواليها ده البوردر. هو انا لو جيت بما يرضي الله خليت الويتس صفر والهايت صفر مش بقت كده عامله بوردر بس؟ طيب هو انا مش خدت في الباك جراوند خاصيه اسمها ترانسبيرنت ان انا اخلي الباك جراوند شفافه؟ طيب هو بصوا كده، هم مش دول اربع اسهم؟ يعني انا لو جيت خفيت ثلاثه يبقى لي ايه؟ واحد. لو خفيت ثلاثه يبقى لي واحد. لو خفيت اللي فوق والشمال واللي تحت يبقى لي السهم اليمين. لو خفيت اليمين واللي فوق وتحت يبقى لي السهم الشمال. طيب لو انا عايز اعمل سب منيو مش انا ممكن اعمل فيها الحته دي واخلي فيها السهم؟ طب ازاي تخفي؟ انا عايز اني سهم اللي تحت، يبقى اروح للي ليفت اقول له ترانسبيرنت نعمل كل ده عشان يمسح، واجيب الرايت واقول له ترانسبيرنت. تمام. طب ما اختفت خالص. طب لو انا جيت قلت له التوب ترانسبيرنت، طيب نشيل واحده كده خلي التوب ظهر بس. واي واي شو لازم نوصل لايه؟ بس نوصل لشكل سهم او مثلث بالظبط. تمام. فانا بخلي اللي انا مثلا عايز الاورنج تختفي. تمام. ومفروض الازرق المفروض يبقى قارب بيربل بتاع التوب. فين وحطها بقى في التوب؟ هي المفروض البيربل هي اللي تظهر. في مشكلة. هو عشان ويتس بس. هو عشان موضوع ويتس وهايد مش اكتر. تمام. انت لما هتخفي واحدة التانية هتظهر لك. فاهم؟ طيب. لو قلت لها رايت صفر توب صفر طب تعالوا نشتغل من هنا. H1 after. اقول لك حاجه، هو احنا عاملين بص احنا ممكن نعمل باك جراوند اصلا وتخليها ترانسبيرنت، يعني اقنعهم ان في باك جراوند موجوده. فاهم؟ في مشكله يا شباب، احنا كنا حاطين اللون وحاطين كلمه ترانسبيرنت وده كان غلط. يعني كنا حاطين اللون كلمه ترانسبيرنت. طيب انا سايب البلاك والبيربل ظاهرين، اشيل البلاك واحط ترانسبيرنت. يعني بشيل اللون واحط كلمه ايه؟ ترانسبيرنت. وده كان غلط مني، معلش انا اسف. طيب عايز البيربل، البيربل ظهر اهي بقى كله ايه؟ ترانسبيرنت. طيب عايز الريد دي فخلي كله ترانسبيرنت ما عدا الايه؟ بص يحصل مشكله عشان ما شفتش كلمه بيربل اصلا. تمام. طب عايز اللي هي بتبص مثلا لو انا خليت دي ريد بدل ترانسبيرنت مثلا بيربل ودي بلو. طيب انا عايز البلو دي تبقى بيربل مثلا فيها
واخلي الايه الريد دي ترانسبيرنت بس وانزلها من توب مثلا 10 اكس ورايت اخليها مثلا 5 اكس. ممكن اعملها لك مثلا ان انا ادوس عليها تنزل لي حاجه؟ تنزل لك منيو. تمام؟ شوف كل عشان السامي ما احنا ما نبوش ليه؟ فهم توصل. عشان لما تشوف واحد عامل السامي بالطريقه دي ما تقوليش اعمله ازاي؟ واجي هنا اقول له border radius مثلا 20 بيكسل من كل النواحي. تمام يا شباب؟ انت مفروض كده ايه فهمت الجزئية دي؟ انا فاهم كل حاجه كويس بس التقسيمه بس ما وفرش ولا فات ايش من مع الوقت تتعود. لا مثلا لا سميها على يعني زي ما انت عايز. انا بسميهم على اسامي اخواتي عادي مفيش مشكله بس اكيد مش ناف بره تسميها بطاطا مثلا فاهمني. فاهم ليه محسن سميها اسماعيل. احنا كده بننظر. طيب عايز ايه تاني في الاتش 1 برضو في نفس الاتش 1 هقول له دوت لوجو خش لي على الاي على الاي الاي دي اللي هي الايه الايكون بالظبط واديها باك جراوند الكالر بتاع الايه الكلام طيب دي باك جراوند لا انا عايزها بقى الكالر لان دي اصلا فونت تمام واخلي لون البيربل ده نفس اللون انا قايل له ايه بالظبط الليفت الرايت كذا طيب انا ممكن اقول له 8 مثلا 5% دايما 10% ده يعني حاجه زي الريسبونسيف كده ولا دي ريسبونسيف اصلا هي كده احنا لسه ما دخلناش في الريسبونسيف في الميديا انا فاهم يعني مثلا لما تيجي تصور الشاشات ما بتلزقش الكلام في بعضه لا ده. عشان انت محدد ويتس في كل واحده فاهم مش عارف ايه التاني بص بس هنا مشكله عشان هي دايما هتاخد من الويتس فاهمني فهي مشكله في الراجل الصغير ده تمام انا بس الفكره عندي ان انت تعرف تعمله في الاخر اما اديله ديسبلاي نون اصلا يعني ده ليه بقى كده مش عاجبني تمام يا شباب تمام او لو مش عايز تديله ديسبلاي نون تقوم قايل له ايه بقى رايت صفر تمام رايت صفر عادي وتيجي هنا عند الناف 1 لوجو ومثلا ما تخلي كل الويتس ده 19% ممكن تخليه على قد الايه على قدها بالظبط بالطريقه دي وكده هيفضل رايت 100% هيفضل رايت زيرو بس طبعا كل ما البرسنتج تكبر كل ما ايه هيروح رايت اكتر طيب يا شباب حد عنده اي مشكله لحد هنا طيب بس انا بس عايز حاجه اخيره ال1 وال2 هديهم ترانزيشن كل العناصر واحد ثانيه از ان اوت طب ليه الكلام ده
عشان هعمل لهم حركة، يعني هخلي لما اعمل هافر عليهم يحصل حاجة. طب انا مش مجمع طالما ترانزيشن في كله، مش مجمعهم في خاصية واحدة اللي هي كل 1 و 2 و 3 و 4 يبقى ديتس بالظبط. وهنا الديسبلاي اخليها ان لاين داش بلوك. نسيتها نسيتها هاي. لا ان لاين بخليهم على سطر واحد وبياخدوا نفس عناصر خصائص البلوك الويتس والهايت. مارجن توب 20 بكسل ومين يمين وشمال اوتو والويتس 500 300 يعني خليها 200 حاجة. طيب ومارجن توب خليها 8 كده شباب. طيب ظاهرين بالنسبة لكم كده. بس اعمل حاجه بس كده كويس. في خاصيه بديها للاب، يعني ايه للاب؟ لل1 وال2 وال3 وال4. اروح لل1 مثلا اقول له ترانسفورم اتحول. طيب ايه الخصائص اللي هنا بقى؟ والله في كذا خاصيه ممكن اقول له تحول بكذا طريقه. اول حاجه اقول له تحول بانتقال. يعني ايه تحول بانتقال؟ يعني اللي هيحصل لك ده ملوش دعوه بالبادنج ولا بوردر ولا ويتس ولا هايت، ده مجرد ارض درو. تمام؟ زي بالظبط الترانسفورمرز متحولون، هم اصلهم اصلا ايه؟ روبوتس بس يتحول عشان شكل عربيه مش اكتر. تمام؟ طيب لو قلت له ترانسفورم اتحول لايه؟ اول خاصيه عندي اسمها ترانسليت كوس. طيب ترانسليت معناها انتقال. طيب انتقال ايه؟ بقول له مثلا 100 بكسل، بص هو كده منتقل. طيب ممكن اقول له الدوت 1 ده لما اعمل عليه هافر اعمل لي ايه؟ ترانسليت 100 بكسل اهو، ده في حاله الهافر. تمام؟ وممكن اخليها كده ثابت واقول له في حاله الهافر رجعها لي ايه؟ صفر. تمام؟ وممكن اقول له لما اعمل هافر على 2 اقول له دوت 2 هافر مين 1. هو لو القيمة الأخرى بتتحرك على هافر. أيوة لما أعمل هافر على 2 أثر على 1. تمام؟ بس هنا مش هتشتغل. أصلا على 1 إزاي؟ إيه؟ أصلا على 1 إزاي؟ لما أجي أضربك اللي جنبك يتأثر مش أنت. تمام؟ بص لما أجي أأثر على 2 1 إيه؟ يحصل له ترانسليت 0 لما أجي أعمل هافر على 2. بس هنا مش هيحصل. ايه؟ طب انا لو قلت له لما اجي اعمل هافر على 1 اثر لي على 2 وخليه ترانسليت 100 بكسل اثرتش ليه؟ طيب دي نخليها بعدين واخليك انت تدور وتمشي وراها لحد ما تجيبها. عشان انا شرحتها وقلتها لكم قبل كده فهسيبكم ايه تدوروا عليها. طيب دي ترانسليت، فانا هخلي 1 دي هحولها لكلمه ايه؟ ترانسليت اللي هو الانتقال. طيب طالما 100 بيروح يمين بس، لو اديته كوما وقلت له 100 يبقى ده هيروح ايه؟ شمال تحت. واحده بتتحكم في اكس واحده بتتحكم في ايه؟ طيب لو قلت له بقى بالسالب هو هنا بيتحكم في اكس يمين وشمال، يمين بالنيجاتيف بالبوزيتيف وشمال بالايه بالنيجاتيف، يعني سالب 100 سالب 100 هتروح شمال 100 هتروح يمين. هنا 100 هتروح ايه؟ تحت.
طب سالب 100 فوق بس تحت شمال تحت يمين فاهم؟ عشان هنا 100 وهنا 100 ليه بقى عشان اي لا في الاكس 100 يمين تعالي 100 يمين وهنا تحت يمين كده زاويه. طيب تاني تاثير ده ناخده على التو وده زي ما اقول لك في ترانسليب بس في يا شباب خاصيه انا هحطها لكم في كومنت هي ترانسليب برضو بس ترانسليت اكس لوحدها وواي لوحدها يعني تحكم في اليمين بس لوحدها وفي الايه والشمال بس في تحت في الفوق وتحت بس لوحدها ما هي نفسها القيمه اللي بتبقى في بالظبط نفس القيمه اللي هي بالبكسل او بالاي ام او في المية فاهم. طيب التو هافر بقى التو هنخليها ايه دي ترانسليت اهي. طيب التو نخليها ايه قال لك خاصيه اسمها ايه الروتيت يعني ايه الروتيت الدوران وفي روتيت اكس وروتيت واي. طب ليه الكلام ده عشان لو قلت له روتيت 100 ما اشتغلش عارف ليه لانه بالدج بالدرجه بص 100 درجه. طب لو قلت له سالب 100 درجه العكس العكس لما هو يلف يمين هيلف ايه سالب 100 دج شمال تمام. طيب زي كده في روتيت ايه لا روتيت اكس واي ده في 3 دي مش هتاخده دلوقتي روتيت اكس لوحدها وروتيت واي لوحدها ايوه بس ده في 3 دي مفيش صح لا عارف لو قلت له روتيت اكس 100 دج بص هي مالت لورا فاهم ده في 3 دي مش هنا لسه ما خدناهوش هي روتيت بس 100 دج حتى لو قلت له 1000 درجه هادي مستخدمه كتير يعني طبعا طبعا 1000 درجه هناخد 3 دي قلت له مثلا ثانيه طبعا عشان احنا خلاص قلت له 10000 درجه وفي 10 ثواني بصوا كده يا شباب بصوا كده يا شباب قلت له 10 ثواني ولف لي 10000 درجه بص خلاص في خلال 10 ثواني اه كده يقف على 10 ثواني بالظبط كام درجه 10000 درجه ده التاثير الايه الايه زي انه 100 درجه في 10 ثواني خليها عشان تفضل ده كل ثانيه هتفضل حسابه تمام لا ده الروتيت الترانزيشن لا قصدي انا بتحكم في الترانزيشن ثانيه بس خليها بس 100 درجه تمام في ايه تاني تعال بقى نجربها في 3 هوفر ترانسفورم برضو بس المره دي هتكون يا شباب سكيل السكيل هنا لو قلت له 1 على 3 مفيش هو 1 اصلا 2 بيتمدد من حجمه ايه 2 طيب ده بالنسبه للقيمه الواحده لو قلت له 2 ل 4 او ل 2 ل 6 بصوا بيتحكم في الايه الحجم يبقى اول واحده ال 2 بيتحكم في الويدث والثانيه في الايه في الهايت هو سكيل تمدد تمام كذلك لو قلت له 2 بس وسكيل اكس هيتحكم في العرض بس ايه اللي انا عملته في نقطه كده والله صدقني انا ما عارف عملتها ازاي سكيل اكس و 200 بكسل 20 بكسل واضح ان التبانة دي مش هتشغلها سكيل اكس الحمد لله 20 بكسل لا 20 بكسل مش هينفع هي هنا بتتمدد بالايه؟ بالمرات طيب بوي افقي تمام تمام
طيب مالكش دعوه بسكيل 3 دي. طب الفور بقى هنعمل فيها ايه؟ فور هافر، لما يجي يعمل لك هافر اعملي ترانسفورم سكيو، وفي سكيو اكس وواي 3. بص كده سكيو 3 بيكسل مش هينفع، يبقى 3 بس مش هينفع، يبقى سكيو بالايه؟ بص كانك اللي هو بص كانك بتهق حد، فاهم؟ اللي هو يعني كانك كانك بتهق فاهم فاهم. وبالسالب برضو ايه؟ لو بتعمل ميلان. طيب في منها اكس نجر واي تحت طيب سكيو العادية 20 دج وقول له من فوق 100 دج تمام. ده اكس وده واي. ممكن اعمل شغل كتير قوي، مثلا ممكن اخلي 3 دي اقول له مثلا سكيل 1 2 من العرض و 2 من الهايت، واقول لها انت اصلا يعني الاوباسايتي بتاعتك 0 ولما يجي عليك هافر يبقى الاوبسايتي بتاعتك 1 و1 معدي كده بالماوس، فاهم؟ دي سكيل واي يخليها سكيل بس. بص ممكن اخلي الاوبسايتي بتاعتها 0 لل 5 وتبقى ايه زي اوفرلي بيظهر كده على الصور، على الصور ممكن تعملها بدل هافر تعملها على الصوره وايه وبيفور. مجرد ما يعمل هافر على الصوره ايه اللي يحصل الستايل ده كأنه سلايد كده بس زارة خفيف. بالظبط. هناخد بقى ماتريكس المرة الجاية وال 3 دي والكلام ده. حد عنده مشكلة لحد هنا؟ حلو. خلاص كده؟ تمام. طيب. كفاية الساعة دي واحدة.